صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم. الكلمة الآن للسيد رئيس. أول ما بدأت يعني ألعب كورة، أنا كنت بادئ عندنا، كنت بلعب في نادي بسيوني، ففي كابتن اسمه رضا الملاح، ده ما انساش الفضل بعد ربنا عليا، ده قال لي يعني شاف فيا موهبة كويسة وقال لي أنا هاخدك معايا في طنطا، فربنا كرمني ورحت نادي طنطا، وبعد كده قال لي لا ما تمشيش هنا، أنت في نادي لسه فاتح جديد اسمه مقاولين طنطا عصمصون، فده أحسن إنك تروح فيه يعني. فربنا كرمني ورحت فيه، تقريبا كنت اول واحد راح النادي يعني، انا قديم قوي في النادي، فروحت لقيت الكابتن خالد كامل والكابتن مصطفى وردي والكابتن فرج. اولا بدات مع الكابتن خالد، كان وقت الاختبارات كان دايما بيشجعني، كان دايما واقف جنبي، وبعد كده الكابتن فرج مسك مواليد 92، فضلت معاه فتره طويله، وده بعتبره من ابائي هناك في طنطا، كان ليه فضل عليا كتير بعد ربنا. وبعد كده صعدت مع كابتن مصطفى، ده يعتبر الاب الروحي ليا، فضلت معاه فتره طويله وكان دايما بيشجعني وكان دايما عنده امل ان انا هبقى لعيب كبير، وربنا كرمني الحمد لله كنت مقدم معاهم بشكل كويس. وبعد كده كان في ماتش مع المقاولين هنا، كان الكابتن ريو مدير قطاع الناشئين شاف فيا موهبه كويسه، قال انت هتيجي عندنا. رحت مع كابتن عبد الفتاح عباس، كان عنده 14 سنه وقتها، استمريت معاه سنه او سنه ونص، كان الكابتن ريو دايما حاطط عينه عليا وكان دايما بيشجعني وكان دايما بيخليني اطلع عند المكتب اتكلم معاه، اي حاجه انا عايزها بيعملها لي يعني. وصعدت مع فرقه 16 او 17 بعد كده، ومع كان الكابتن شعجه ماسك الفرقه، ولا لو نسيت الكابتن حمدي نور طبعا، ده ليه فضل عليا بعد ربنا يعني، كان بيمرني فترتين والله كنت دايما بتمرن معاه فترتين، كان ده بالنسبه لي كابتن حمدي حاجه كبيره قوي، لانه وقف جنبي في فتره فعلا انا كنت محتاج اطور من نفسي، فانا كنت بتمرن معاه فترتين، وبعد كده طلعت مع 16 سنه، كان الكابتن شعلة اللي ماسك الفرقه، كان الكابتن رضوان والكابتن سعيد الشيني ماسكين الفريق الاول، كنا بنلعب ماتش مع الاهلي، ف ربنا كرمني الحمد لله كنت كويس في الماتش وكده. ف الكابتن شعلة قال لي بعد الماتش قال لبست يا ابن المحظوظه خلاص طلعت فريق اول، فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه قوي يعني، فكان لسه عندي 16 سنه، فانا طلعت مع كابتن رضوان فريق اول، وربنا كرمني وكنت بادئ بشكل كويس، بس كنت بلعب باك ليفت وقتها يعني. كابتن رضوان استمريت مع الفرقه فتره، وبعد كده نزلت تاني كابتن سعيد، كابتن الشين كان ماسك فرقه ال 18 وقتها، هو اللي اختار عليا ان انا العب فيرود وكده، والحمد لله لما لعبت كنت بلعب بشكل كويس، كان وقتها كابتن محمد عبد الحميد مدير بتاع الناشئين، كابتن محمد كانت علاقته بيا كويسه جدا، وكان دايما بنتكلم مع بعض، وكان بيعتبرني صاحبه يعني او ابنه الصغير، فانا طبعا ما اقدرش انسى الفضل ده. وفي وقت ما كابتن رضوان كان ماسك وقتها كلم كابتن مصطفى يونس قال له انا عندي اثنين لعيبه كويسين، كنت انا ومحمد احمد شعبان زيكا، رحنا المنتخب، كان كابتن مصطفى ماسك المنتخب في الفتره دي، ربنا كرمنا الحمد لله وكنا بنأدي بشكل كويس، وكابتن مصطفى كان دايما بيشجعني ودايما بيقول لي انت هتيجي في لعيبه احسن منك في مكانك، بس انت اللي هتلعب عشان انا مقتنع بامكانياتك ومقتنع ان امكانياتك كويسه. فالحمد لله انا بحمد ربنا ان انا قدرت اقعد بشكل كويس معاهم، قدرت اشرفهم وبشكرهم كلهم، وطبعا بشكر الكابتن احمد سعيد والكابتن زيزو والكابتن شيمي طبعا، وبشكر كل المدربين، ويا ريت ما كنتش نسيت اي حد خالص، وانا فعلا انا فخور ان هم موجودين النهارده، وكابتن محسن هاشم برضه، الكابتن ده طبعا ده الاب الروح ليا، بشكرهم طبعا كلهم والله، وربنا يقدرني ان شاء الله، واحس ان انا دايما شرفهم كده ان شاء الله. بس شكرا. محمد علي. عينك معانا هنا. دخلت التاريخ. يلا. صورة مع الكابتن بقى يلا.
ايوه الحمد لله انا بحمد ربنا. الجائزه كانت بالنسبه لي مفاجاه يعني وده انجاز كبير يعني، واتمنى ان شاء الله ان انا احققه السنه الجايه باذن الله. طب انت شايف ان ديت حاجه تقدر ترجع الدوري عام؟ والله بتمنى، وخاصة إن كابتن أبو تريكة كمان فاز بالجايزة، فده إنجاز الكرة المصرية بصفة عامة، وربنا يكرم إن شاء الله ويقدر الشوط يرجع بسرعة. ربنا يخليك. أقول ده خبر فرحنا كلنا كمصريين، وأنت دخلت التاريخ لأن دي أول مرة تجرى فيها هذه المسابقة لاختيار أفضل صاعد في قارة أفريقيا، فلما أنت تاخد اللقب الأول في أول سنة للبطولة فده شيء رائع جدا لك محمد صلاح والمصر طبعا كواحد من ولادها. بقول له دي بداية حلوة، وأنا مبسوط أن أنت إنسان أصيل عندك وفاء للي علموك واللي تتلمست على أيديك وساعدوك وجابوك من فلاحين بسيون في محافظة غربية إلى نادي عثمصون في طنطا. المقولة العرب مريت مع مجموعة مدربين كل واحد كان ليه دور في حياتك، فأنت جيت وفاء منك تكرمهم مفروض هم يكرموك، فجت لفتة منك ان انت بتكرمهم، فانت بتحطيت نواة للأجيال المعفنين القدام اللي ما فيهم واحد شكر في مدرب له ولا قال انه فضل المدرب له. انت بتدي حاجة جديدة في ملاعبنا، ازاي يكون في وفاء؟ الوفاء انعدم في مجتمعنا، الحب ضاع في مجتمعنا، ودي مأساة مصر. فبحييك على اللفتة الجميلة دي منك، وان شاء الله اتوقع ان احنا نشوفك في أكبر أندية العالم، مش بعيد إنك تكون في يوم من الأيام في برشلونة ولا ريال مدريد. يعني في لعيبة كتير في مصر كان ممكن جدا يعني يلعبوا في أندية أوروبية. عمرو زكي لما راح في إنجلترا وتألق وأبدع أول ما راح جري ياخده ريال مدريد، بعد كده اتضح معدنه فاضي من جواه ما كملش ومشي، وراح حتى تركيا أخيرا ومشي. يعني اللاعب عايزك تصمت، مشكلة اللاعب المصري لو راح من القاهرة راح اسكندرية يقول لك يا غربتي، لو راح سافر دولة قريبة كده يقول لك أنا اتغربت. اللاعب المحترف لابد أن يعيش المجتمع اللي هو فيه ويثبت جدارته، وأنا واثق إن شاء الله إن أنت هتكون مرآة مشرفة لمصر، ونشوفك في أكبر أندية أوروبا إن شاء الله. شكرا.